ببلوك نوت اليوم بنهايه لايف رح نروح على رشايا، رئيس جمعيه رشايا ماراثون، موجود معنا شادي دهام. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. 17/20 ثاني موعد لكم بماراثون جديد، دغري الاسبوع او الاحد اللي قبل عيد الاستقلال، والعنوان السنه بالعلم، رح نركض للعلم. اهلا وسهلا فيك مره جديده. اهلا فيكم. اهميه هالماراثون لكم اللي بسنته الرابعه؟ الرابعه. سباق الاستقلال السنوي للسنة الرابعة بتنظمه جمعية رشايا ماراثون، الهدف منه بمختلف المجالات الرياضية التربوية الثقافية الاجتماعية، نعرف أبناء الوطن لبنان على رشايا، نزور رشايا، نكسر حواجز بين المناطق والطوائف، تكون جزء من اللامركزية الإدارية، إنه تزور العالم مناطق مش معودة إنها تزورها، ورشايا رمز للاستقلال، رمز لوحدة وطنية، تاريخ رشايا. ونحن أولاد منطقة رشايا، إذا الإنسان بده يحيي منطقته بالأول قبل ما ينتقل إنه يقيم نشاطات ويحيي مناطق ثانية، وحق المناطق البعيدة عن مراكز القرار إنها تكون فيها حياة. ونحن يمكن الله خصنا بهذا، بمحبة المجتمع والعمل الاجتماعي، وتكون عنا مبادرين لهذا لنشاطات بمنطقة رشايا. أطلقنا هذا السباق عبر جمعية رشايا ماراثون، كان بتشرين الثاني، كونه في رمزية معينة لسباق الاستقلال للاستقلال وقلعة الاستقلال رشايا. الماراثون هو يعني لأهل المنطقة أو لدعوة عامة للكل أو كيف الاشتراك؟ لا، دعوة عامة للكل، وجزء منه أنه نحن عممنا عبر وزارة التربية، عممت على كل مدارس لبنان أنها تزور رشايا وتشارك بهذا السباق الوطني. فالوزارة أصدرت التعميم، وصل على كل المدارس، وبدأت المدارس بهول يعني اليومين الماضيين، واليوم في كثافة اتصالات ومشاركة حتى من المناطق البعيدة ومن بيروت، من قضاء رشايا ومن من بيروت. اليوم في 3 مدارس من بيروت، من زحلة، من بعلبك، من البقاع، من مرج عيون، من حصبية، من النبطية، من البقاع الغربي. ونحن عم نحاول يعني نجمع مثل ما غيرنا عم يجمع بمناطق تانية، انها تكون هيدي المناسبة، وهي المناسبة بتمرق يوم بالسنة بالاستقلال برشايا، وبيتعرفوا على رشايا، القلعة والتاريخ والسوق. عبر الماراثون كيف يعني منظمين ليكون من خلال الماراثون عم يقدروا يشوفوا كل المنطقة؟ أو الأشياء اللي لازم يشوفوها، بيمرقوا بهالمناطق؟ معلومة، التجمع أمام بساحة رشايا، أمام البلدية، وعندنا أكثر من انطلاق، عندنا 4 انطلاقات حسب الفئات العمرية، مقسمين من 2001 2002. بنرجع 2099 98 97 96 95، 4 3 2 و89 ومدون، بين 3 5 و10 كيلومتر، بيمرقوا بأغلبية طرقات رشايا وبيتفرجوا على رشايا. رشايا فيها الصفة المميزة، القرميد والسوق أكيد بده يمرقوا فيه، والحفل الختام بثانوية رشايا الرسمية، بحفل بيتخللوا كلمات وتوزيع ميداليات على الفائزين وكؤوس، ويختتم بحفل فني بيحيي نجم ربيع الأسمر. احنا كل سنة عنا هذا البرنامج، انه بيكون اجتماعي تربوي ثقافي رياضي وفني. يعني نحكي شوية بالهواء انه مع انه بتعلى 1200 متر عن سطح البحر رشايا، بالسوق طبعا بعد في اعلى، مع هذا وكله مكتفي يعني، وقادرين يعني اهل المنطقة يعيشوا صيف الشتاء بهالمنطقة. يعني رشايا فيها قسمين، قسم من المقيم ثابت، وقسم من النازح الى المناطق الى المدينه ساحلينا. والثالث المغترب. بس يعني رشايا بالتالي الموظفين تعودوا فيها انتاج زراعي، وتطورت الحياه، يعني صار في مركز لجرف الثلوج، وكل البلديات عم بتقوم بدوره الى حد ما بهذا بموضوع الشتاء، وتغيرت حتى المناخ، تغير يعني طبيعة المناخ القاسي اللي كانت بالماضي من 20 سنة خفت تدريجيا لليوم، مع تطور الاهتمام بتأمين سبل العيش والطرقات وما إلى هنالك. نرجع للاشتراك بالماراثون، الاشتراك بيقدر يكون فردي أو كمان ضروري يكون عبر البلديات أو المدارس؟ لا، ممكن يكون في فردي، نحن حاطين رقم تليفون اللي هو 03030818، أو عبر البلديات أو عبر المدارس والثانويات والجامعات، وبنعلن كمان عن عبر شاشتكم، أي مشترك، أي جمعية بتحب تزور رشايا وتشارك بهذا السباق على هذا على رقم التليفون، ومرحب فيهم حتى بيوم السباق. نحن محضرين يعني زيادة لهذا
سباق. إذا الموعد هو 17 الشهر، أي ساعة بينطلق الماراثون؟ انطلاق التجمع الساعة 9 صباحا أمام مبنى البلدية، استلام الأرقام وتيشيرت وطواقي مع العلم، يعني نحن عاملين شعار بالعلم، رح نركض للعلم، يعني الكل المشتركين بده يركضوا بالعلم اللبناني. 10 الافتتاح بالنشيد الوطني، الفئة العمرية الأولى بتنطلق الساعة 10:10، الفئة العمرية الثانية 10:30، 10:40 دقيقة، 11:10. بنفس المسارات أو في مسارات؟ في عندنا مسارات، ثلاث مسارات قلنا، 3 و5 و10، موزعين بطرقات يعني ممنهجة، وهذا السباق بالتعاون مع بلدية رشيا برعاية قائد الجيش وقائد مقام رشيا وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والصليب الأحمر والدفاع المدني. الأعلام توزع بالماراثون أو لتنجي مع العلم؟ بداية السباق، بس ممكن بدهم يجيبوا علم بيضيفوا، خاصة رشيا علم لبناني فقط، فقط الأعلام اللبناني. وعلى خط المسار في عنا المي وعصير، في رشيا مشهورة بالدبس، عاملين له مي ودبس وتفاح وما إلى هنالك على خط سير السباق. وأكيد هذا السباق، هذا السباق بالتعاون مع الجمعيات، مع البلديات الأهلية، وخاصة إنه مرق بتاريخ رشيا جمعيات أنتجت يعني نشاطات تاريخية برشيا. بلدية رشيا قامت بمجهود تاريخي بالماضي على مختلف الحقبات ورؤساء البلديات اللي مرقوا، وصولا لرئيس البلدية الحالي الموجه له تحية، إضافة لجمعيات محترف فن التشكيلي، جمعية روق برشيا الست ليليان معلولي كمان قامت نشاط سنة الماضي بسوق رشيا. فعم نحاول نحن عبر هاي الجمعيات والبلديات والتفاعل ما بين الجمعيات والبلديات نخلق حياة جديدة وحيز جديد برشيا، وبالتالي هيدا وجود الإنسان التاريخي مرتبط بالحياة مش بالعيش، العيش يعني مشترك مع الكائنات الأخرى. فإذا الموعد 17 شهر نهار الأحد الساعة 9 تجمع بسوق رشيا للاشتراك بهالماراثون، ماراثون الاستقلال. أهلا وسهلا فيك وعبال كل سنة. شكرا. مشاهدينا خلص وقتنا لليوم، موعد جديد بكرة 8:30 مع مجموعة جديدة من المواضيع بـ MTV Live. كونوا معنا، باي باي.